مكرمين يا رب العالمين في ديارهم وخارج ديارهم يا رب العالمين. ونسأل الله أن يديم علينا وحدة الشعب السوداني ووحدة القيادة يا رب العالمين، ووحدة الصف ووحدة الكلمة، وهي دي بقت المستهدف الآن، السودان بعدين الآن وحدة الشعب السوداني، وهي دي القاعدين لها المتآمرين والشيطان والجواسيس والخونة والعملاء. نسأل الله أن يتقبل من الجميع الناشطين والإعلاميين يا رب العالمين، ونسأل الله أن يوحد الكلمة، ونسأل الله أنه يصدح الأصوات بالحق يا رب العالمين، ونسأل الله أنه ينير البصيرة وبصيرة الشعب السوداني يا رب العالمين للحق يا رب العالمين، ونسأل الله أن يكشف العملاء والخونة ويخزيهم دنيا وآخرة. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، كيف الأحوال؟ الحاصل شنو؟ الأخبار شنو؟ كله تمام الحمد. نفرش الفرشة يا أخواننا في الأرض، نقعد رجال بيجاي والنساء بيجاي والأطفال، برلمان الشعبي في الميدان، نقعد مع بعض كده نشوف مشاكلنا ونخطها حاضر، ونشوف إحنا بنقدر نعمل فيها شنو ونقدر نحلها كيف. ده خطنا، يعني نخط المشكلة نشوف الحل حقها شنو، نمسك في الحل المتاح والساهل وكلنا نقدر نشارك فيه. اي حلول فيها عرقلة وصعوبة احنا ما دايرينها، دائما احنا بنتعامل بالواقع، وصرف احنا ممكن نجيب صواريخ من ناسا مرفوض، عندنا زول بيتعامل مع ناسا وممكن يكلمهم يجيب لنا صواريخ مرفوض، ده ما حل السودان. عندنا تجار شغالين في كوريا ممكن يكلموا الرئيس الكوري يضربنا نووي مرفوض، ما هيقبل الحاجة دي. يبقى احنا دايرين حلول في الواقع، صرف احنا ممكن ناخد قروش ونشتري منظومة أقمار صناعية ونقدر نتحكم مرفوض، الحياة دي ما واقع، ما حنقدر. طيب الحلول اللي في يدنا، حلول في يدنا إنه إحنا الرجال عندنا كلمة، وكل ما صوتنا يتوحد وكثيرنا بنقدر نوصل كلمتنا وبنقدر نعمل تغيير، وما في زول بيفرض علينا حاجة، دي قاعدة خدتها في راسك، ما في زول بيقدر يفرض علينا حاجة، ما في دولة، ما في حكومة، ما في منظمة، ما في أي جهة، ما في رئيس يقدر يفرض على الشعب السوداني حاجه. نتفق على دي؟ ايوه. الحلول بتجي في يدنا. طيب نخط الموضوع ده في الواطه ونقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاصل شنو؟ موضوع ولايه الجزيره حاصل فيه شنو؟ من المعلومات الوارده من الميدان في انتهاك واحتلال لجزر قرى كثيره في ولايه الجزيره. جبت المعلومه من وين؟ من ناس في الميدان وناس في الارض زي ما طلبت الحريه والتغيير، انه المعلومات اللي بتروج في الميديا دي كلها مصادرها مضروبه واحنا دايرين حاجه من الارض. كلمت مع زول مباشر ولا كلمك زول؟ والله عندنا ناس معارف عندهم اهلهم هناك اتصلوا بينا. اتصلوا كيف؟ اتصلوا عن طريق الستارلينك حق منه؟ ستارلينك حق الدعم السريع. انا عندي صور للناس اللي قاعدين في مظلات وخيم او رواكيب والدعامه قاعدين في كراسي ماسكين جهاز الستارلينك الساعه ب 3000، عندك صور زي دي انت؟ بنات واولاد. دي الطريقة اللي بيتعاملوا بها الآن في إيصال التواصل، يعني تشتري الساعة ب 3000 جنيه يعني 3 مليون الساعة الواحدة، يقفلوا منك الباسورد. الدعامة دي لأخواننا أول حاجة بيعملوها للمواطن شنو؟ بيستلموا تلفونه. بيستلموا التلفون عشان الجهاز سمح ولا كده ولا لا، للتفتيش بالمناسبة. أول عملية استخباراتية بتقوم بها القوات المسلحة والدعم السريع، مسكت مصدر بيمسكوا التلفون حقه. فانت قاعد قدامهم قدام الدعامه بترسل انه الدعم السريع يستبيح قرانا وهو بعاين لك، والدعم السريع يختصر في 67 بت وهو بعاين لك، والدعم السريع ينتهك وهو بعاين لك. الحاجه دي حقيقه حاصله ولا ما حاصله يا صرفه؟ بالمناسبه حاصله. نعم ايوه، الدعامه بخليك ترسل الرساله دي حقيقه. ايوه حقيقه. الدعم السريع بيستقلب الاستعداء على نفسه وبيرفع في جرائمه وبوثق فيها. ايوه. ليه؟ أنا أقول لك المعركة كبيرة والمعركة فيها مؤامرة والمعركة فيها تخطيط، أنت ماخذها لي لا عاطفة. تعال نفكر وإحنا متحركين. وأنا داير أبرد لك قلبك وأوريك إنه في استعداد، في استهداف، في مخطط. أنت ما قدرت تسمعني، بالراحة تعال أنا أشرح لك. وأنت أنا حسألك وأنت جاوبني. لما أنا أشيع في الجزيرة كلها إنه الجيش باع الجزيرة، المواطن عنده خيارين، عارفين شنو؟ الخيار الأول شنو؟ إنه يبقوا دعامي. هسه انا اتكلم معاك كل يوم من الصباح، كوبايه 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 كوبايه، بكره الصباح هتبقى انت تتكلم شنو؟ كوبايه 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 كوبايه. اسمه غسيل المخ.
كوباية كوباية دعم الجيش بعد الجيش بعد الجزيرة 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 الجيش بعد الجزيرة. طيب الخيارات اللي قدامي شنو عشان أعيش؟ أبقى دعامي، نقطة عربي انتهى. الله الجيش باعكم، البرهان باعكم، البرهان عنصري، الجيش عنصري، كباش عنصري، مش يسلح أهله يسلح الشمال، خلوكم هنا وسغ لي صور لي ارفع الحاجات دي. الحريه والتغيير الليله بتتكلم عن استباحه الدعم السريع في الجزيره، الموضوع ده ميدان للدعم السريع، لماذا لم تدين الحريه والتغيير استباحه الدعم السريع في مدرمان؟ رغم انها موثقه في بيت الصادق المهدي وموثقه في دار حزب الامه. ما بدينا هناك، بدينا في الجزيره ليه؟ قلنا الهدف الاول شنو؟ انه انا ميلك على طرف، الليله لو سمعت انه يا صرفه في شنو؟ الجيش حرر الجزيرة، الجيش حرر الجزيرة، الجيش حرر الجزيرة، الجيش حرر الجزيرة، بكرة الصباح أنت بتبقى شنو؟ جياش؟ نقطة عربي انتهى، ما واضحة. الجيش حرر الجزيرة، بكرة أنت بتبقى جياشي. الجيش باع الجزيرة، أنت بتبقى دعامي. العقلية دي في ناس شغالين في الموضوع بتاع الجزيرة ما الليلة ولا امبارح ولا أول امبارح. لما أنت بتتكلم عن مخطط تقسيم السودان تجي تقسمه كيف أنت؟ السلام عليكم، دارين نقسم ولاية الجزيرة، دارين نفصل دارفور، دارين نفصل الشمالية، دارين نعمل دولة البتاع، دارين نعمل دولة الشرك، بتعملها كيف الحاجة دي؟ ما في مخطط بيتم بتأهيها للمسألة دي. أول حاجة إنه أنا أبدأ ألعب في الضبط بتاعك. حسي أنت شغال في الإعلام ده بتروج إنه الجزيرة الجيش باعها، يبقى المواطن في الجزيرة أول حاجة هيبقى دعامي. بكرة الصباح المواطن ده ما عنده خيار لأنه بيسمح في كلامك أنت، هو قاعد مع الدعامي ماخذ منه انترنت هو ذاته، والدعامي بيصور في انه هو بيغتصب في الجزيره وبيحتل في الجزء في الغرى وبينتهك. الدعامي بيصور فيها، الدعامي خايف من منه ولا زول؟ الليله الجيش بيقدر يوثق جريمه ولا في مواطن بيقدر يوثق جريمه؟ ما في زول عاقل في الدنيا بيعمل حاجه زي دي. الدعامي بيوثق جريمته ليه؟ لانه ما فارق معاه لو دخل الفصل السابع. ما هو داير الفصل السابع يدخل، ليه يدخل؟ لانه حيساوي بينه وبين الجيش. هيحصل شنو؟ تقسيم مناطق السيطرة. انتوا الدعامة قاعدين هنا اقعدوا فيها، انتوا الجيش قاعدين هنا اقعدوا فيها، الفصل السابع بيعمل كده هو. مناطق سيطرتك اقعد فيها، الدعم السريع ما عنده طريقة يثبت بها شرعيته لا شعبيا ولا انتخاب ولا تفويض غير الفصل السابع. طيب اسلم حاجة تعملها شنو حسي؟ تجيب الفصل السابع، يجيبوا كيف الفصل السابع؟ بيجي عن طريق الطلب. الحكومة تطلب فصل سابع أو المواطن يطلب فصل السابع. في خلال العشر شهور دي جربت القوى السياسية إنها تطلب الفصل السابع وفشلت، صح ولا غلط؟ الليلة مواطن الجزيرة ده هو اللي حيطلب الفصل السابع، هو اللي حيمشي يقول أنا داير الفصل السابع للانتهاكات، والجيش بايعنا، والجيش قاعد في المناقل، والجيش قاعد في الحامية سنار، والجيش قاعد في بورسودان، والبرهان ما شغال بينا، والقيادة ما شغالة بينا، وما في زول، احنا دارين الفصل السابع. ده الموضوع باختصار كده. الحريه والتغيير بتين بتهتم باعراضكم، بتين الحريه والتغيير قاعده تجيب في دمائكم، بتين حزب الامه يطلع يدين الدعم السريع ما استباح، استباح بيت الصادق المهدي قالوا قوه غير معروفه تدعي انها تتبع للدعم السريع، استباحوا مدرمان الملازمين الانصار استباحون، استباحوا الاعراض. مريم الصادق ما بتقدر تدين كلمه واحده. زينب الصادق بتقول من حق الدعم السريع يستغل بيوت المواطنين ما دام الطيران بيستهدفه. طب لما يخش يلقى مواطنه قاعده في البيت ما بيغتصبها وبيقتلها، مريم ما ادانت الحاجه، قالت الدعم السريع من حقه. الليله الحزب الامه مطلع بيان قال الجيش الدعم السريع لم يلتزم بما وصى عليه في الجزيره. طيب هو لو ما التزم نعمل شنو؟ حزب الامه المفروض يرفع البلاغ بتاع حوجه المواطن في الجزيره لمنه؟ للجيش. حزب الامه بيقدر يرفعها؟ لا، هيرفعها لمنه؟ للفصل السابع. بس باختصار كده دارين ندخل الفصل السابع في الجزيرة. انت هتمشي في الاعلام ده في المخطط ده. احنا بنضغط في الجيش بامكانياته اللي انت وانا عارفينها، اللي انت وانا عارفينها. بيطلعوا ناس من ولاية الجزيرة لابسين رتب بتاع الجيش بيسألونا، بيقول لنا انتوا يا اخواننا اسئلة ما لاقي اجابة، كيف الجيش يتحرك متأخر وليه الجيش ما استجاب؟ وتسألنا أن انت مركب رتبة عميد، هم لابس رتبة عميد، تسألنا أنا المواطن أجاوب لك كيف؟ يعني أنت ما جيش، أنت ما تجاوب السؤال ده، أو أنت ما بتستحق الركن المركبة دي ولا رتبة عميد المركبة. وكده أنت ما عارف الجيش بيتحرك كيف، تطلع في الميديا وفي الإعلام بتتساءل هو الجيش ليه بطيء؟ بطيء دي تسأل روحك، أنت مركب لك هيئة أركان ليه؟ أنت مركب ليه؟ العلامة الحمراء في اللياقة دي شنو؟ دي ما ركن، أنت معناها تجاوزت كل الخطط العسكرية دراسة ودراية وتخطيط وعملي، وأنت خطة معارك ركبوها لك.
انا لما نسالك اقول لك يا جنابه الجيش اتاخر، ليه انت تجاوبني مش تطلع في الميديا تسال المواطن؟ طيب الحاجه دي هتعمل شنو يا اخواننا؟ قلنا اول حاجه لما انا اشتغل في الميديا اقول والله الجيش باع الجزيره، المواطن المكلوب على امره والمغتصب والمنتهك هيمشي الطرف الثاني، كلهم هيبقوا دعم سريع. دي الحاجه اللي شغالين فيها. الخطوه الثانيه المواطن يجأر بصوته، تتكون مجموعات تنادي بالفصل السابع. حمدوك لو نادى بالفصل السابع للجزيرة مخططه حيفشل، مريم الصادق لو نادت بالفصل السابع مخططه حيفشل، بورما لو نادى بالفصل السابع مخططه حيفشل. الحل الوحيد يجرب المواطن، هس هو الحرية التغيير ما بتقول لك داير الفصل السابع ولا داير التدخل الأمم في الجزيرة، لكن بشيلوا يروجوا الجزيرة انتهاكات الدعم السريع. الدعم السريع لم يستجب، الدعم السريع لم يفعل. اخلي المواطن يبقى دعامي واخليه ينادي بالفصل السابع. بعد ذاك ماشي الى المرحله الاخطر. احنا عندنا شبح الحرب الاهليه في السودان، موضوع ده انتهينا منه صرفه، ادارات اهليه، مواطنين، القبائل كلها في الجيش، جيشنا موحد. لا لا لا، في ناس شغالين، في زول بيدفعوا له قروش مرتب 10,000 دولار في الشهر، 20,000 دولار عشان يصنع حرب. في زول قاعد، انت خالص لك ده قاعد شغلته شنو؟ المخطط المتفق معه خالد سلك شنو؟ لو خالد اصلا ضد الانتهاك وحمايه لاهله، الرجال ساي المفروض يبقى مستنفر في ولايه الجزيره، ومبارح الدعم السريع خش فداس الحليمات دي قريه خالد سلك، خالد قال انا قديم بشده، امه بتغتصب هو قال قديم بشده. ده ما شغلته. داير مخطط معين، المخطط المعين اللي اسمه الحرب الاهليه. الحرب الاهليه انه والله يا اخي الجيش قاصد الجزيره. البرهان باع الجزيرة، عمل ليه هاشتاج؟ قال له عملوا الهاشتاج انه البرهان باع الجزيرة، وعمل شنو؟ وسلح نهر النيل، وسلح كسلة، وسلح القضارف، وسلح الأبيض، وسلح شمال كردفان كل وغرب كردفان، وسلح الهجانة، لكن لما جه في الجزيرة بيسلح. عمل لنا عليك الله الولايات الثانية ديل ابدا اتكلم، حسي في التعليقات حتلقى الشكل مدورة. ما كانت عندنا شكل في التعليقات بين ولايات بين مواطنين، ما كانت عندنا الحاجة دي، بس الشكل حتدور انتوا من هنا وانتوا من هنا ادوكم، واحنا عشان من هنا وانتوا قاصديننا ومستهدفيننا. ده الكلام اللي بيطلع. عشرات اللايفات من ناس تابعين لولاية الجزيرة في العشر شهور دي كلها ساكتين، لما الناس بتتكلم عن الخطر كانوا ساكتين. لما الخطر حصل، خطر حصل ليه؟ نتيجة خطأ، ما بيردوا الكلام. انا جاي اقول له والله يا اخواننا الحاجه اللي حاصله في ولايه الجزيره هي تراكم اخطاء، الليله احنا بندفع ثمنها. الخطا اللي حصل في الجزيره عشان احنا ما استعدينا من الاول. لا لا ما تتكلم في الموضوع، كيف تقول لنا احنا ما استعدينا؟ ما هو ده اللي حصل. لكن طيب الولايات الثانيه حسم الدعم السريع ما قاعد يخشها، ما لانها استعدت. لا لا ما تجيب لنا سيره الموضوع ده، انت كده في عنصريه، انت مستهدفنا وانت بتنبذونا. ما في زول ماشي في المسار ده، ما في زلمه ماشي في المسار ده. انا اوريك ان الموضوع ده فيه استبسال حصل، انت بس ما قدرت تقدره. الرئيس والمدير بتاع هيئه العمليات التي تقاتل في السودان الان منه اللي هو اللبيب، اللي هو اللبيب ده من وين؟ ده من ابو حراز. اول حته خشاه الدعم السريع وين؟ ابو حراز. انت عارف انه من بدايه المعركه دي الزول ده ما مشى لاهل ولا شاف اولاد ولا زار ابو حراز ولا اي حاجه، قاعد هنا بدافع عن المواطن في الخرطوم. لما حصلت السقوط مدني ده وفتح الكوبري، الزول ده قاعد متحرك مخالف تعليمات، مشى لحد دخل ابو حراز ودخل مدني بالمناسبه، اللي هو اللبيب معاه متحرك من هيئه العمليات، فتح الصندوق هنا في ام درمان ومشى ساق القوه دي دخل باب حراز. لما دخل ابو حراز طلع عمل انسحاب مع القوات المسلحه، والقوه الموجوده كانت في مدني بتقاتل 25 تاتشر انسحب.